بالتزامن مع ذكرى الثالثة لانطلاق عمليات الكرامة، تشهد مدينة بنغازي انفراجة في الحركة التجارية بين أو بعد نجاح الجيش الليبي من تحرير المدينة من قبضة الميليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية. دائما ما ترتبط حركة التجارة بالاستقرار الأمني، وهو ما تشهده مدينة بنغازي مع حلول الذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة. فالأسواق التجارية عادت للعمل بكامل قوتها دون خوف التجار من السطو على بضائعهم من قبل الجماعات الإرهابية أو الإجرامية. شتان بين قبل العملية الكرامة وبعد عملية الكرامة، نحن تو نتدهور في الشارع عند الساعة 3 2، ما فيش مشكلة الحمد لله. يعني قبل عملية الكرامة كانت في عملية خطف، في عملية اغتيال، مش معروف من المسؤول. وضع البلاد بروحها كان يعني مخيف جدا حق يعني، لكن الحمد لله رب العالمين يعني كنا في شيء واصبحنا في شيء اخر. والله قبل عمليه الكرامه يعني الواحد كان ما غباك الحركه التجاريه ضعيفه شويه، ما غباك المجرمين في البلاد هذوما ما خلوش حد يخدم على حاله، المحلات التجاريه تسكر قبل المغرب، تسكر بدري، الصبح ما تقدرش تفتح بدري، خش عليك اي حد بسياره عسكريه ما تعرفش من، مرات يفك منك يصلي عليك ياخذ منك حاجه بالغصب. لكن تو الحمد لله بعد عملية الكرامة وبعد أغلب المحاورة بتاع مدينة بنغازي كويسة، فضل الله وقيادتنا ومشيرنا وجيشنا أمورنا الحمد لله. شعور الليبيين بالاستقرار الأمني والتنقل بحرية داخل بنغازي أصبح ملموسا بعد معاناة دامت لفترة طويلة جراء الاشتباكات المسلحة والحرب على الإرهاب. تنزل تشري لكن الامور صعبه والامور مش تمام والطريق مسكره والدنيا زحمه على بعضها وما تعرفش اللي ماشي هيك واللي ماشي هيك، فهمت؟ لكن ما شاء الله الجيش نظم البلاد والامور تمام. مبدئيا اني هنا قاعد نتسوق ونمشي، حتى المدام عندي هي اللي تطلع في سيارتها وتمشي تتسوق وتجيب بضاعه، وهي بكل اريحيه ماشيين، ما فيش اي ارق للبني ادم او حتى الاطفال عندي في البيت. يعني حتى عندي البنات في البيت وضعهم قبل الكرامه شكل وتو شكل. لم يتوقف طموح الليبيين عند الاستقرار الامني بعد انطلاق عمليات الكرامه، ولكنهم يتطلعون ايضا للاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدوله. بكر الشراوي، بنغازي، اون لايف.